عبد الرازق الشهير بسامح فريون مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده؟ يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يلا احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان، طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل، في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكم؟ ياسمين بنتكم مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا، اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه، حاجه سعرها مهاوي. ايه ده ايه ده ايه ده عادل ده؟ وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل؟ وفيها ايه يا ابني؟ المكيفات بقت ماليه البيوت كلها، وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. يخرب بيتك، مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره بره. والله لا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك النظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين، وقسط على 5 سنين، وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبة لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكلة، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين؟ ايه ده؟ ده أكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف جه، التكييف جه. مساء الخير. أهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانية واحدة يا اسطى، من هنا، اتفضل تعالى معايا، أصل أنا مامتي ضغطها عالي وبتتحر بسرعة وبتسيح مننا، فأنا عشان التكييف لازم يدخل لها أوضتها، اتفضلوا. لا لا لا، استنى استنى أنت وهو، استنى استنى يا باشمهندس، إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الأوضة دي من فضلك يا باشمهندس، الأوضة دي الوحيدة اللي ما فيهاش شباك، وأنا خسيت النص أنا وولادي من كتر ما أنا في ساونا ما أقدرش. ساونا؟ هو أنت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنتوا بتسمعوا كلامها؟ أنتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، أكيد يعني، ده أنا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته تكييف؟ لا يا ماما طبعا معقوله، مفيش حاجه تغلى عليك، ان شاء الله اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت واخلي جوزي يجيب التكييف ويحطه في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس، احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا، هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده، ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه؟ لو اتعلق في الهوا يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس، ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشله. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشله ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بارك لها
على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي، مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. سلام. هموت من البرد. بردانة قوي يا عادل. متلجة. بقولك ايه، ما بالريموت من عندك ده هو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجة. وطيته كذا مرة مش عايز يوطى، مش عارفة الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص. ما تحاولش، مفيش فايدة، مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينة الكهرباء من بره. معقول يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعة؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما بحاول اكلمه، اول ما لقيت التكييف اتهبل كده والراجل قافل موبايله وقعدت تقولي بس ايسلاند، او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو اللي مسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين. بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب التكييف يبوظ ويتحروا يا رب يا رب. امين. الحمد لله. انا دعيت انعام، انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ نشتمهم بس بهدى، لو شتمناهم برضه مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف. وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين لفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انت تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. ايه الحر اللي هجم مره واحده ده؟ الله لا 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 لا، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. مش عارفه التكييف ده بقى. التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليلة انا ورانيا في التكييف الهايل، يعني اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهاردة مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شوية. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما نقدرش على زعل حضرتك،
ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا. والله شوفي والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي كده؟ يلا يا سناء يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي ادي اخرتها اهو احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزيننا نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا نشتري تكييف شرك انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء. ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده صيف ولا شتاء. السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعده جوه في التكييف ليه؟ قال الارصاد صحيح اخبارها ايه؟ خريف والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ اكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار ابيض. طب وبقيه الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف. معقوله يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا او اتجمدوا او ما شفتهم. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الاوضه دي اصلهم جابوا تكييف جديد. ايه تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء امال؟ على 15 جنيه كل شهر، على 20 سنه هبقى اسددهم المعاش ان شاء الله. طب بس اكيد يعني خد منك فلوس كتير قوي في تركيب. ابدا ولا مليم يا عادل، اصله معرفه. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي والنبي خديني ابيت معاكي النهارده في التكييف. بقولك ايه يا رانيا، ما تشغلوا تكييف اوضتكم. انت ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ هل ما ندفع معاكم الفاتوره بالنص؟ ما تقلقيش. شيلي ايدك عادل، ماليش دعوه اتصرف. انا هفطس حسيح يا عادل. كلم اللي اسمه سامح ده. ما انا بحاول اكلمه. ايوه دولة حبيبي دولة. عايز ايه؟ ايه يا دولة؟ بص بقى يا عم، احنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحر اللي احنا فيه ده، فانا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص فقلت بقى انا فكرت يعني قلت اروح عند دولة حبيبي اقعد عنده في التكييف ولا حاجة ساعتين ثلاثة كده لبكرة الصبح. عينيا الكبير من عينيا. يا سلام، وانا افتيك الساعه اما انت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف. ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم، يعني ولود عم. ولود عم؟ اصيل يا دولة. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا، ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولة، اخيرا عرفت فضلكوا عليا. هما فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان محدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه، النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولة. لا مش لدرجه بوس. اتفضل حضرتك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش. بس
كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهوا. ليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا عادل. سيبيه، خليني اخلص شويه من اللي بيعمله فيا. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل، هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن وبعدين يطلعوه على ساقع وبعدين يدخلوه على سخن وبعدين يطلعوه على ساقع لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه؟ يطلع لي لبن زبادي. السعادة. ماشي، سلمنا على المعلم. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ، يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه ساقع، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي، اتفضل ادي ضحيه من ضحايا التكييف بتاعته اهو، اتفضل. له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسود. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركه عندنا عامله عروض جديده، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنه. لا يا دولا اهو يا ابني. دولا اوعى تدفع ولا مالي، احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. تعالجك بيها؟ الشركة عندنا عاملة عروض علاج ضد امراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنة. عالجني عادل. عالجك ايه؟ بيقولك 50 جنيه في الشهر على 20 سنة، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنة؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19. عالجني يا دولا، عالجني. استنى يا ابني، اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 لا، نرميه. روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومه.